وما يتبعكش راجلك في ما ديري انت شي حاجه يبقى يقول لك امين امين اش من امين واش انت مالك كنخ ولا مالك او عارف راسك اش كتقول راه الناس هما اللي طلعوك راه الناس هما اللي وقفوا معاك راه الناس هما اللي شجعوك راه شوف داكشي اللي كدير انت راسك شايب وتقدير بحال هكا تبعها امين امين ياك لاباس هذه الضله راه هما اللي معاك ما كيشجعوك السلام عليكم الخوت الخواتات كي دايرين كلشي بخير هانيين كي دايرين وليداتكم كي دايرين عائلاتكم ورجالاتكم وحبابكم كلشي كي داير لاباس عليكم كلشي كنسول عليه كنسول على الوليدات وعلى الرجال وعلى الوالدين وعلى كلشي كنسلم عليه تحيه الجاليه بالخارج وداخل الوطن بزاف ديال الناس كيشوفوا اليوم الوراء حتى هما كنقدم لهم تحيه الصراحه ديما كنشكركم وراكم ديما كنشوفوني كنتفاعل معكم في الكومنتات يعني اي واحد كيكون عنده شي تساؤل كنجاوبكم عليه ايوا ما تخليوش لنا ما تبخلوش علينا باللايكات اللايكات حتى اللي دار لينا شي ديسلايك ماشي مشكله شي حال امي نعيمه ومن هذا المنبر شحال من واحد سولني كيف كتقولي لينا شنو الراي ديالكم بخصوص داكشي اللي دارت هذيك مي نعيمه ما كنبغيش نقول انا مي نعيمه حيت ماشي مي ما عرفتش علاش هما كيقولوا لها مي نعيمه واش غير حيت هي كبيره في العمر مع انه هاد مي نعيمه تتقال واحد الانسان اللي كيكون ظريف بشوش مخلق كيكون فعيلو مزيانين وكيبغي الناس ماشي غير اللي دار لينا كومونتير نيجاتيف حكا الله يعطيه الكونسير شوما واش انا شوفوا غير الا لاحظتوا بزاف منكم كتقولوا لي انه انا في الكومونتيرات اي واحد كيخلي لي شي كومونتير نيجاتيف ما عمرني جاوبتكم بشي حاجه سلبيه اللي هي خايبه دائما واخا كتخليوا لي كومونتير ماشي حتى لي مع ذلك كنجاوبكم شكرا الله يسهل عليكم الله يعاونكم يعني ماشي ممكن ماشي غير اللي دار لي انا ديزلايك صافي نعايروا بحال هذيك الطريقه حشومه ما نقولش ليه الله يعطيه الكونسير في الصباح انا ولد لوستي مات مسكين بالكونسير الصراحه فاش قالت هذا الهضره تحسسنا تاثرنا تفكرنا شي حوايج اللي هما الصراحه خايبين دابا بقى فينا الحال حيت علاش حيت هي ما حاساش بداك الشيء اللي كيحسوا الناس وجيت عنده مسكين من الصحراء حتى اللي انا شفتو في الكلينيك زعما الله يحسن الاول واحد المرضى مسكين حتى ما بقاتش عنده زعما ما بقاش عنده الجهد ومرض زعما تكرفس بزاف شي تقريبا شي عام هو مسكين مريض قدامو الامانه امانتو وهكاك راجل بنت اختي اختي حتى هي راجل مسكين مات بالكونسير ما تدعيش بالكونسير وما تدعيش بالمرض الانسان واخا يكون عدوك وما تدعيش بديك الطريقه راه حشومه وعيب وتخرجي بحال هكايا وانت مراه عليك زعما ماشي باقا صغيره ولا سميتو حشومة زعما ما ديريش بحال ديك الطريقة وما يتبعكش راجلك في ما ديري انت شي حاجة يبقى يقول لك امين امين اش من امين واش انت مالك كنخ ولا مالك او عارف راسك اش كتقول راه الناس هما اللي طلعوك راه الناس هما اللي وقفوا معاك راه الناس هما اللي شجعوك راه حشومة داكشي اللي كدير انت راسك شايب وتقدير بحال هكا تبعها امين امين ياك لاباس ايوا شوما الصراحه يعني هما الناس اصلا طلعوك نورمالمون انت خصك تشكريهم خصك تجازيهم خصك ديما تدعي معاهم بالخير ماشي تقولي لهم بحال ديك الهضره صافي ديما كيعايروني كيديروا غير لي عايرني نوض انا نتعاير معاه ايوا صافي الا جا كلشي بدا يتعاير كلشي غادي يسدوا القنوات ويجلسوا يشدوا الارض كنفهم كبدي نعايرني نعاير كل انسان يحترم راسه ويعرف راسو اش كيقول يحترم الاخر داكشي اللي درتي راه ما يديروش شي واحد اللي وزايده ملي من وراتي كتقولي لا دوك الكيلة الضاله ايه الله يرحم لك الوالدين حيت وصلتي وشريتي الدار الطوموبيل وليتي لاباس عليك في صحيحتك في كل شيء ما ناقصك خير وليتي تقولي الكيلة الضاله الكيلة الضاله راه هما اللي معاك ما كيشجعوك شو ما ديري بحال هكاك صراحه وهاي شويه وعرفي راسك اش كتقولي وعرفي راسك اش كتخرجي راه بنادم ماشي باقي صغير على الاقل خصك تخرجي الناس اعتذري منهم انتي عاد ما زايده فيه وتقول لهم سمحوا لي اخوتي يا حبابي نتوما اللي وصلتوني غلطت في ديك اللحظه ماشي معفره وهزقنا في كل السما كيعيروك راه كيعيروك على فعيلك راه كلشي بقى فيه الحال الصراحه
انا ما كنتش غادي نهضر عليها كاع بهذه الطريقه غير حيتاش بزاف ديال البنات كيخليو لي كومونتيرات وكيسولوني شنو هو الراي ديالك ومن هذا المنبر انه فاش بداو كيديروا لي داك الكومونت تحسست والله العظيم الا تحسست لانه بصح بزاف من العائله ديالنا انه عانوا من هذا المرض هذا وبقى فينا الحال وقلتها لماما وحتى هي بقى فيها الحال وجيت عند اختي لي الله الا جيت عند اختي لتقدو وقالت لك اجي ندير فيديو حتى هي راجلها حتى هو مرض مسكين مات مسكين غير الكونسير حيت هي ما حاساش بداك الشيء اللي كيحسوا الناس والناس اللي كتمرض راه هي اللي كتحس بهذاك الهضره اللي كتقول وعيب راسك الله يجازيك بخير كتقولي كيسيني لي ورا بسيف ما يسيني لي يقول لك الناس داك اللي القناه ديالك واش هذيك هضره تتقال كنتي غاديه فواحد المسار مزيان هكا درتي في ديك الفتره اللي كان في هذيك الساعه الحاجه ما كنبغيش نذكروا داك الاسم على قبل تقدر توقع شي حاجه بحال هكا في لا فيديو شدوك ديك المده وما حشمتيش حشومه تعاودي تخرجي بحال هذيك الهضره نورمالمون في هذيك الفتره خصك تكوني تعلمتي واحد شويه وانت جيتي الله يعطيكم الكونسير الله يعطيكم الكراد الله يعطيكم هادي اويلي هي غير اللي جايه بحال هكا صافي نبداو حنا ندعيو فيه وبالمرض الخايب والله يستر اختي راه الدنيا دواره راه يقدر يجيك شي واحد في عائلتك الله يستر تقدر تجيك انت الله يحفظ ما نبغيوش الله يحفظ ما نبغيش حنا شي واحد الاذى لشي حد ولكن انت اللي يدعيش بديك الطريقه بقى فينا الحال انا بقى فيا الحال انا ما كنبغيش الشعب ديالنا يدعي فيه شي حد بشي حاجه خايبه لانه هادو كيبقاو خارج القانون هادو كيبقاو المتتبعين ديالنا محترمين واخا يعايرونا ما خصناش حنا نديرو ديك الطريقه خصنا ديما نجاوبو واحد الطريقه لبقه محترمه يعني ماشي غير اللي جا دارينا بهذيك الطريقه نغم على الاقل هما بعدا راه كيوصلونا لواحد واحد النيفو زوين يعني خلاونا نزيدو شويه القطه هما اللي كيشجعو هما اللي يعني كون ماشي هما ما غاديش كون ماشي هما ما غاديش تزيدي لقدام ما غاديش يولي عندك هادشي كامل يعني بفضل هاد الناس اللي كيشوفوك وكيتبعوك خصك تشكريهم وتجازيهم ماشي غير اللي خلى لي كومونتير زويون صافي راه هو اللي زوين هو اللي مطلعك راه فراسك بلي نص من هاد الناس اللي ما كيبغيوكش لا اللي كيديروا لك ديزلايك هما اللي مطلعينك خصك تعرفي هاد الحوايج هادو يعني الناس اللي دايرين بيك ولا اللي كيوريوك اللي كيصوروك خصهم يعرفوك بحال هاد الحوايج يوريوك وما كياثروش على القناه ديالك يعني سوا يديروا لك ديك ديزلايك ولا كومونتير خايب ولا ما عرفت اش راه ما كياثروش على القناه نهائيا لان اليوتيوب كيعتبروه هذاك راي شخصي ديال الانسان هذا هو هادشي اللي كاين يعني حشومه وعيب تقولي بحال هذيك الهضره والله يهديك على وكنتمنى انك على الاقل تخرجي الناس وتعتذري تعتذري ماشي ديك الساعه فاش خرجتي كتقولي انا لعيبه خرجي اعتذري للناس بكي الاعتذار ماشي عيب الاعتذار كيزيد كيرفع من الشان ديال الشخص كتكبري بالانسان والناس اي واحد كيغلط ولكن باش تدعي بداك الكونسير راه اقبح حاجه هو داك المرض راه بالي حتى اللي ما مجربوش راه بالي دوك مسكين اللي ما عندوش باش يداوي هذا هو المشكل الله يحسن العوان راه الله يحسن العوان راه ما كيحس بالانسان داك المرض اللي مجربه حشومه تدعي والناس عندها وليداتها عندها خوتها عندها حبابها عندها عائلتها والله يحفظ الجميع ويحفظ وليدات المسلمين امين حشومه لا انا بعدا بقى فيا الحال ما نبغي المرض لحد شيء انا كنبغي كل واحد وحنا لا الا مرضنا غير بشي حاجه بسيطه الحلاقه ولا السخانه كي كنوليو طايحين في الفراش فما بالك هاد الناس مساكن ديال السرطان الله يشافيهم الله يكون من حالهم كي كيدوزو دوك الشيمي كيفاش شحال من حاجه كيدوزها مساكن الله يحسن العوان انا شفت داك الشيء بعينيا ما نبغي حتى شي واحد ما نبغي العدويه ولا حتى شي واحد الله يشافي الجميع وكنتمنى انك تخرجي وتعتذري من الناس راه هادو راه كيبقاو خوتنا وحنا مسلمين وحبابنا عندنا دين واحد يعني حشومه اننا نعايرو ونعيبو بهذا الانسان بالطريقه هذه لانه هذاك خصك تعرفي كيبقى الراي الشخصي ديال الانسان وما من حقناش اننا نحكموه فيه وهذا الشيء اللي كاين كنتمنى ان شاء الله انه هذا الفيديو تشوفيه ومن هذا المنبر كما قلت لك تخرجي وتعتذري من الناس وكذلك انتم كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم
وخليو لينا كومونتيرات زوين حتى نتوما الراي ديالكم اشنو تتقولوا في هذا الشيء. والله يهديها الله يهديها والله يهدي الجميع. ومن هذا المنبر كنتمنى انه كاملنا نخليو في الكومونتيرات وندعيو بالشفاء للناس ديال السرطان خاصه شميع. لانه كيتعذبوا بزاف. انا ما كنقول هاد الحاجه الا وشفتها بعيني بصح. المهم خلينا لكم الراحه الساعه كل واحد هذا هو اللي كاين. الله يشافي كل واحد امين يا ربي امين. الله يخلي الناس وليداتها وعائلتها وحتى واحد ما يبغي يضرر حتى واحد ما كيبغي المرض لشي واحد حتى واحد ما كيبغي لشي حد شي حاجه اللي تأذي. الله يهديك ويهدي جميع أمة المسلمين والسلام عليكم.